وأبعينها بها ما لها دواء، فيها شلل بالدماغ، وهذا والشك بغير الله مزلي. اسمي إبراهيم محمد علي مغلاج من كفر وعيد، وعندي هاي الله خلق لي إياها عاجزي وابتليت فيها. أنا عاجزي وعمري بجي 60 سنة، وأنا مريضة وهي مشلولة دماغي، مشلولة أبدا جدا، يعني ما ببدلها إلا الله بيعلم بحولي، بقوة لبدلها، بجي لطعميها ما بتوكل، ما بتروح البلع في تمها، بدي بالخشوقة. مصروفها والله كبير، وأنا عاجز ما بقى أقدر أشتغل، شغلي بطول، عاجز عن العمل، وهذا الأمر الله اللي كتبه علينا، وأين من الروح يعني إذا ما في غير الله حن عليها، وهذا اللي صار معنا. هلا كل نهار راسي وراسها بتبكي بهالبيت، وانا ببكي وعلى الله اش بدنا نسوي، ومطر الدنيا اين بدروا فيها اين بدروا فيها، حتى الجيران ضجت، ليش بنتك عم تبكي وليش عم تعذبنا، بقول لهم اش بيدي يعني، لا بتعرفوها لا بتطلع ولا بتفوت. دواها مطلوب، مصروفها مصروفها عاجي كبيري، وأنا كبير ما عاطل عن العمل، مدخول من برا بلكي شيء في الدنيا ما بيجينا، وغير الشحادي ما بقى لنا، وما حدا بيشحدنا كمان، ولا حدا يشحدنا كنا درنا. جسمها بيتطلب الشمس، واليوم شتاء مطر، والله منخليها محبوسة في البيت وما بتلاقي، سألوا يعني سألوا الحارة عنها.